بشرى سارة من التموين للمواطنين بخصوص أسعار اللحوم الكيلو ب 130 جنيه. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى، حيث تمثلت في استمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات بنسبة تخفيض تصل إلى 20% لجميع المواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التي تتوفر فيها جميع السلع بتخفيضات المواطنين عن أسعار السلاسل التجارية الخارجية. وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على أن الوزارة توفر من خلال شركات اللحوم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللحوم بأنواعها بأسعار منخفضة للمواطنين. طيب إيه بقى أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية؟ تعالوا نقول لكم التفاصيل. سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها، سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها، سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها، سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها. وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى. كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم، حيث تم التعاقد مع دول إفريقية بالإضافة إلى دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفيرها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق. كمان وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أن الوزارة تواصل توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين وغير المستفيدين من الدعم التمويني بأسعار مخفضة من خلال 1500 مجمع استهلاكي والسيارات المتنقلة في جميع المحافظات. وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين، وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، كما أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة. يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. يبقى زي ما قلنا في بداية نشرتنا الإخبارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق، حيث تمثلت أسعار اللحوم 195 جنيها سعر كيلو اللحم السوداني الطازج، واللحم البرازيلي 160 جنيها، وسعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها، وسعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.